السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم حلقة جديدة وطبخة جديدة صحراوية تقليدية، كل شيء يعرفها. عدلتها هون الناس المبتدئة والناس اللي باغي يتعلم الطبخ الصحراوي. هذه الطبخة هذه أو هذه الأكلة هذه شعبية عندنا هون، نقالها فوا شاي. بهذه المناسبة ديال عيد الأم نسلم عليكم ونقول لكم كل سنة وكل أمهاتنا بخير وعلى خير، ونخليكم مع كلمة الوالدة. والسلام عليكم كاملات، شحالكم؟ ياك الخير ياك لاباس. مرحبا وسهلا وأهلا، عيد أم سعيد. اللي عندها أمها يخليها لها، واللي ما هي عندها الله يرحمها. إذن اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم في حلقة خاصة نعدل لكم وصفة صحراوية بامتياز. هذه داخلة في الروتين اللي نعدل معكم ديال تنقية القمح من معايا العائلة. المهم بالنسبة للمقادير، عندنا هون أفشاي، عندنا الشحم، عندنا هون الشحم الجهة الغليظة، الزر الغليظ منو كنفرشوه في الكوكوت، هذا ينقالو شي المرجن. كنعدلو معاه شوي الزيت، كفرت أنا كاع الزيت شوي باش ما يغرق. صافي، لان عقب ملي فرشنا هيك التفريشه ديال الشحم قلنا لي نعدل هون القناديز. القناديز هما هادو، ما عرفتش كاين قال عندها، هادو هما القناديز. هذا الوراني، هذا الوراني وهادو قناديز قدام. اش كيقولوا لهم بالعاميه؟ قندوز قدام، قندوز وتوف. نعدل هما الاولين لانهم كيقولوا الطياب. دن عقب منين طرحت القناديز الأربعة، لي نطرح هون الرية، ولا هي نطرح القلب اللي فتحت هون، لي نزرقو بهيك الحالة هيك الصيفة، ولا هي نزرق الكلوة، واللي بغا يزرق اللحام يضيفو ضلوع إلى غير ذلك. أنا نزرق واحد الطرف ديال الضلوع، عندي حد ما ياكل فشاي، ولا هي نزرق مولي هون طرحت البهار، قسمتو على اثنين. صافي. وبالنسبه للكبده، شفتوها الكبده هي هذه، ما نينا نطرحها الكبده حساسه وكطيب بالعجله. نين خلي علينا نقفل لي الكوكوت، هذا شويه الملح بدون اضافه قطره ماء، ولا نقص عليه ونخليه يطيب على خاطر شويه من الملح فقط، ولا نعاد نقفل ليه الكوكوت وننقص عليه حتى ونخليه يطيب على خاطره بين ما نرجع لكم ان شاء الله. هو كيطلع من راسه. مساله ثانيه، هون عندي هنا الدوارة اللي هي الكرشة ومسائل اللي معاها ومصارين، غير انا هون باغي نعدل لكم حلقة خاصة نزولا عن رغبة الطفيلات اللي برزطون اللي نعم اللي نعدل من النظ. بان قلت لكم على انها هون نورمالمون خاصني نعدلها معاها فشاي، غير ماني اللي نعدلها، اللي نعدل حلقة خاصة بالنسبة للطفيلات. كنت طرحت لكم في وصفات في عيد في الغربة، طرحت لكم في السنة الماضية في عيد الأضحى، وطلبوني الطفيلات اللي ما كيعرفوا يعدلوا من النط في الدار، طلبوني نعدلوا وحدات هما اللي كيلحوا عليا دائما كيكرروا لي نفسهم. كنقول لكم الطفيلات كنعتذر لكم، وكيف ما وعدتكم لكم عني راني نعدلوا، غير انا مسائلي كنعدلهم شويه عليا، وكنعدلهم لي اللي خدامه وماني صايبه، وكل حاجه كنحانيها بوقتها ونحانيها في حينها. ما كنبغي نسرع المسائل بالشور عليا ما عاجبني شيء. قلت لكم على ان هذه نخليها نعدلها في حلقه خاصه لكم ان شاء الله غدا ولا بعد غدا. عقب ساعه ونص من طياب اكل الشاي جيت نخرصو، جبرتو مزال خاصو شوي من الطياب. شتو الراس صغير ماهو كبير، شتو الفروع كنقدهم، مزال خاصو واحد شوي باش نحمر. نخليه يطيب، شتو راني ما زدتو قطره من الماء، طلص هو ماه راسو. نخليه يكمل الطياب. ونسيت هون ما ولعت لكم الذراع، الذراع درت هنا الذراع، نسيت ما وريتكم نعتكم قبيل. نشوف القناديز اللي لحقوا في الطياب، نزلت انا هون ماني ندير الكبده لان الكبده حساسه شوي، طيبها مزال وما مزال ما طاب القناديز، مزال ما طاب. ثم ملي نخليه يكمل الطياب ونرجع عاد منين طاب اللحم. شفتو هون انا عدلت مسمار بمشيتو باش نشوف واش كنشوف البال القندوز، الا طاب القندوز معناها عند اللحم كامل طاب. صافي، ما بقى لي هون الا نطيب الكبده شوي، نعدل نطرحها هون طيب شوي ونعود نحمره في الفران. الكبده راهي ما كتقبض الوقت قباله، اللي نطيبها لا شوي في المرجن، ومن بعد اللي هنا نطرحها تحت
تحمر في الفران هي وباقي اللحم، لان الكبده هون ما كتبغيك تطيب، باش ما كثرتي لها طيب باش ما كسات. نعاقب منين خليتها طابت واحد شويه نفتحها باش تطيب من الداخل. هاي شتو راهي طابت شكيله هذا، شتوها طابت هنا نقلعها صافي ندير اللحم، ندير نعدلها المسائل الامور كامل اللي هون نعدلها تتحمر ونرجع لكم نحمرها في الفران ونرجع لكم باش نقدمو بالصحه والراحه. الكبده هون قلتلكم راهي طابت، ما بغيت نطيبها قبالها باش ما تكسر. صافي لي نخلي اللحم لا ينشف شويه يتحمر وردوا لهذاك المرجان. شتو المرق ديال المرجان راهو طبيعي جدا، ما فيه حتى شي اضافه ماء ولا اي شيء، طبيعي جدا كيف ما نعرفكم. خليني نردوا اللحم باش يبقى عرقان. صافي فشاي اللي عدلت معكم اليوم راه يوجد، ما بقى لي هون الا نطرحو، راني يعني طرحتو من بلا التفصيل. كنطرحو القناديز هي الاولى في الزريان في الحاشيه، نطرحو اللحم اللي عندنا معدلينو. انا ماني معدل اللحم، معدل الريه والقلب وداكشي اللي انا طرحهم معدله كيف قلت لكم، الا طالعه واحده على حساب السيده اللي ما توكل القناديز. صافي ومن الفوق في الواجهه كنطرح نطرح الكبده هذه الريه وهذا القلب، وراكم اللي تشوفوا الطريقه باش كنقطعوه باش كنعدلو. الكبده هي هذه، هنا طرح البهار اللي بغاه هو هذا، ما شهيتكم فيه. صافي هذه الكلوه صافي. اذا نقدموه مع فدان، قدموه مع فدان كيف هكا تحطوه على زر باش يقطع ويقدم لضيافنا. اذا حلقتنا هي هذه ديال اليوم، نتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم. هون كنطرحوا هذا بهذا الشكل، كنطرحوا قطاع حد يقطع ويقسم في التفاصيل، وكنقدموه مع فدان بالصحه والراحه، ونخليكم مع الاجواء العائليه. يلا يلا سلام المحل.